منتخبين عريقين، ونتمنى أن يتم أن يزف ممثل العرب في مونديال العالمي لجنوب أفريقيا من الخرطوم بإذن الله. وتمت الترتيبات باستقبال البعثتين بإذن الله وتجهيز أماكن إقامتهم وتحديد ملاعب لأداء التمارين للمباريات، نعم، وتجهيز عدد من التذاكر بصورة عادلة لكل من المنتخبين بإذن الله. طيب قل لي بقى عدد التذاكر لكل منتخب كام يا دكتور؟ نعم، نكتفي ساعة الاستاد حوالي تقريبا 30,000. لا انت قلت 40,000 على اساس انت قلت 40,000 متفرج. 40,000 متفرج. انا عندي المقصوره الرئيسيه اللي هي فيها استقبال الوفود الرسميه والدستوريين والاعلاميين كلهم خارج مصاف التذاكر. بس ما يجيبوش 10,000، يعني نقول 500 مثلا. 5,000، يعني طارئين 35,000 تذكرة. تم طباعة 35,000 تذكرة، ماشي كويس. توزيعها ازاي؟ وال 35,000 تذكرة تم توزيعها تلك الاتحاد السوداني لكرة القدم وتلك المصريين وتلك الجزائريين بإذن الله. يعني حصة كل منتخب كام؟ يعني حوالي 10,000 ولا أكتر شوية مثلا؟ 10,000 تذكرة. 10,000 تذكرة؟ 9 ل 10، أقل حاجة 9,000 تذكرة. لو احتجنا، لأنه من ناحية أمنية عندنا اجتماع مع لجنة أمن الولاية غدا بإذن الله عشان نرتب، هل نطرح 20,000 تذكرة ولا 18,000 تذكرة لكل جهة؟ لا معلش، للجهتين ولا لكل جهة؟ يعني مصر هتاخد 18,000 لكل جهة، هو مع 9,000 تذكرة لكل، مع 10,000 10,000 10,000 للاتحاد السوداني للجمهور السوداني. تمام كده. وال 5,000 دول و5,000 للمعالجات. المعالجات الأمنية وخلافه يعني. نعم. طيب قل لي أسعار التذاكر إيه يا دكتور؟ التذاكر مطروحة حتى الآن بما يعادل 20 جنيه سوداني. اللي هو لا، الجنيه السوداني ال 20 جنيه السوداني كام؟ يعادل حوالي تقريبا زي 6 دولار تقريبا أو 5 دولار دي للترسو. 5 دولار. وبعدين في مقصورة ثانية فيها ب 40 جنيه سوداني هيعادل 18 او 17 دولار. نعم. وفي مقصوره اخرى ب 60 جنيه سوداني. والرئيسيه ب 100 جنيه سوداني. اي ما يعادل 40 دولار. 40 دولار، يعني اقل تذكره بحوالي 5 دولار. واعلى تذكره ب 40 دولار. واعلى تذكره ب 40 دولار. وعدد التذاكر للمصريين 9,000 تذكره، زي من 9,000 الى 10,000 زي الاخوه السودانيين، زي الاخوه السودانيين والاخوه الجزائريين بالظبط. الاخوه الجزائريين والسودانيين. نعم. طيب قول لي التدريب. حريصين على ان تطرح هذه التذاكر في اماكن خارج الاستاد قبل بدايه المباراه. معانا في زياده التنظيم وبالتشاور مع رؤساء بعثتي الجزائر ومصر في كيفيه توزيع هذه الحصة من التذاكر للجمهورين بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في الخرطوم. طيب ما قيل لي انه التذاكر بتاعت مصر هتوصل لمصر وتذاكر الجزائر هتوصل للجزائر في الجزائر، يعني حصة الجمهور المصري ستصل الى الاتحاد المصري في مصر وحصة الاتحاد الجزائري ستصل له في الجزائر، صحة هذا الكلام؟ تتوزع في الجزائر وفي مصر؟ ولا كله هيتوزع في السودان؟ لا، كله هيتوزع في السودان. هيتوزع في السودان وهيطرح في السودان هنا هي المباراة بعد يومين هناك شوبير. لا يمكن ان نوزع تذاكر في مصر والجزائر وبعدين نجي خلاص. لا يعني في رحلات جماعية طالعة من مصر يا دكتور، عندنا عدد كبير جدا. والله تتم بالتنسيق. احنا طرحنا اتصل بينا قنصل سفارة جمهورية مصر كويس والسيد سفير الجزائر ايضا والسفير المصري، وطلعنا انه اي بعثات جايه تتم بالترتيب معاهم خصما على الحصه بتاعتهم. يعني التذاكر المطروحه عندك 9,000 تذكره ادنى شيء او 10,000 تذكره. خلال ال 9,000 تذكره دي يتم التنسيق معاهم
ان كان للشركات او الافراد او المجموعات القادمه من مصر ان شاء الله. يعني بكل الاحوال لن تزيد حصه الجماهير المصريه او الجزائريه عن 10,000 تذكره ان شاء الله. ان شاء الله لانه هذه هي السعه المتاحه. هي السعه المتاحه للاستاد. في مشاكل في ملاعب التدريب ولا كل الامور على ما يرام؟ كله مرتبه ان شاء الله. كله من الفريقين حياخدوا 3 تدريبات. تدريب الرئيسي في الملعب المقام عليه المباراة استاد المريخ. وبعدين تدريبين في ملاعب اخرى. حشيش طبيعي على اساس انه الملعب اللي حيقام عليه استاد المريخ هو حشيش طبيعي. دكتور معتصم، لو مواطن عادي جاي من مصر طلع ركب طيارة وجي على السودان وعايز يشتري تذكرة يعمل ايه؟ والله احنا هنطرح من بكرة في اماكن للتوزيع للافراد. ودي غير متاح لها غير انها تبيع تذاكر فقط للافراد. يعني حتى لو جاء عايز تذكرتين ما حيدوهم. تذكره واحده. نعم. هل عندكم مشكله السوق السوداء زي ما عندنا في مصر ولا مش موجوده في السودان؟ والله طبعا احنا ساعين باننا ما تكون موجوده باذن الله، خاصه لو انها تم توزيعها وفق ما هو يعني معمول به الان من ترتيبات ان شاء الله ما يكون هنالك اي سوق سوداء. لكن بفتكر انه بس الناس يعني جمهورين العزيزين الجمهور المصري والجمهور الجزائري يراعوا المساله بتاعت السعه المتاحه للاستاد ويتاكدوا انه احنا حريصين على ان نعمل على تنظيم هذه المباراه بصوره مثاليه بحيث انها تخرج في سوق نظيف. هل الوفد المصري، اعتقد سمير زاهر وصل امبارح على راس الوفد المصري الى الجزائر الى السودان، هل الوفد المصري لما يصل سيتسلم حصته من التذاكر يا دكتور معتصم؟ نعم، هو لسه ما وصل، نحن في المطار لاستقبال الوفد على وشك المصري. يعني خلاص فاضل له 10 دقائق على وشك الوصول. وصل الوفد الجزائري قبل ساعتين من الان وهم الان بالمطار ومتوقع انه يؤدوا التدريب الان في 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 في, في الاستاد. ونتمنى انه وصول بعثة المنتخب المصري بالسلامه باذن الله. التأشيرات فيها مشاكل بالنسبه للمصريين يا دكتور معتصم؟ نسقوا معنا الاخوه في سلطه الجوازات تنسيق كامل على ان يتم استقبال كل الجمهور القادم وخاصه الاخوه الاعلاميين. تم تخصيص كاونتر مخصص لهم فقط يطالبون ببطاقاتهم الصحفيه او ما يفيد خطاب ما يفيد بانه هو ممثل عن المؤسسه الاعلاميه التي يمثلها. وسوف يتم تسهيل دخوله الى السودان بسرعه باذن الله. طيب التلفزيون النقل هيبقى مخرجين سودانيين ولا مخرجين اجانب؟ والله طبعا الحقوق بتاعت البث التلفزيوني هي تابعه للفيفا هذا تسوي كره القدم. حتى الان احنا يعني حسب اخر مكاتبه لنا اخر فاكس استلمناه الاتحاد الدولي بيتكلم عن انه لا لازم يجي الدكتور.